بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والحضارون ماه وبنا وشباب بهدى الله التزم زرع الخير وصان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله الكلام في قصة الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة، وكنا توقفنا إلى هذا الموقف العظيم الرهيب صعب، موقف أبو هريرة رضي الله عنه مع والدته حينما كان يدعوها إلى الله تبارك وتعالى. وهذا شأن الصالحين الصادقين، أنهم لا يفتؤون، لا يتوقفون عن دعوة أهليهم وأسرهم وذويهم وعشائرهم إلى دين الله تبارك وتعالى. الداعي الصادق هو كده، يفضل دايما إيه؟ يتحرك كالمكوك، يدعو هنا وهناك ولا يسكت ولا يهدأ، لأنه يعلم أنه صاحب رسالة لابد أن يؤديها. فكان ديدا أبو هريرة رضي الله عنه أن يتكلم وأن يدعو الناس أجمعين. وفي قمة هؤلاء أمه التي كانت ما زالت على الشرك ولم تؤمن ولم تسلم معه رضي الله عنهم. ففي ذات يوم وهو يدعوها إلى دين الله تبارك وتعالى، فتكلمت في شأن النبي صلى الله عليه وسلم كلاما صعبا أذاه. فخرج أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال، فمضى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يبكي وهو يبكي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ ما يبكيك؟ فقال: إني كنت لا أفطر عن دعوة أمي إلى الإسلام فتأبى علي، وقد دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره. يعني كان دايما يدعوها، لكن المرة دي بالذات قالت في النبي عليه الصلاة والسلام أمر فظيع، يعني أسمعته ما لا يرضى عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأبكاه ذلك، أبكاه ذلك. وهنا تجد أن حتى الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى يعني يكون له طاقة معينة، ممكن هو يتحمل يتحمل ويصبر، ولكن في بعض الأوقات ممكن هو يعني يصاب بضيق أو أن هو ينفجر بالبكاء حزنا على عدم استجابة هؤلاء الذين يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى. وبيدعوهم مرة واثنين وثلاثة وعشرة، يقولك لا يفتأ، يعني لا يتوقف، ومع ذلك هو لا يمل، ولكن يحذ في نفسه ويشق عليه ويؤلمه أنه يدعو أمه، وهذه الأم هي التي لا تؤمن ولا تسلم. ثم الذي يزيد هذا أن هي تتهم مشايخه وعلماءه وأكابره بما هو إفك وبهتان وزور، فتتكلم في شأن النبي عليه الصلاة والسلام فيتألم ألما شديدا، لأن الألم النهاردة لم يصيبه هو وحده، ولكن تعد هذا الألم إلى يعني إلى قائده وإلى معلمه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فآذاه أذى شديدا. وهنا نرى أن حبه للرسول عليه الصلاة والسلام أشد أم حبه لأمه؟ حب للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هو كل مرة يدعوها ويصبر على أذاها، لكن لما تكلمت في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام الأمر ده بقى أمر صعب جدا، لم يتحمله، فعبر عن هذا التحمل عن عدم التحمل بإيه؟ كممكن هو يزجرها، كممكن هو يسبها، كممكن هو يضربها، كممكن هو يقتلها، ما هي كافر؟ مش كممكن يعمل الكلام ده كله؟ لكنه لم يفعل، لكنه انفجر بالبكاء، عبر عن حزنه وغضبه وضيقه وألمه بهذا البكاء الشديد جدا، فخرج يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فادعو، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وقد دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله جل وعز أن يميل قلب أم أبي هريرة للإسلام. يعني لما ذهب للرسول عليه الصلاة والسلام مش عايز يدعي عليها، مش عايزها تهلك، مش عايزها تموت،
لا، ده بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه تبارك وتعالى أن يميل قلب أم أبي هريرة إلى الإسلام، أن يحببها في الإسلام. يعني الداعي يبذل قصر جهده حتى يدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى، بذل الأسباب المادية، تحرك وتكلم ودعا ونصح وأرشد وبين ووضح، لكن كل هذا لم يأتي بنتيجة. ماذا يفعل؟ يلجأ إلى الدعاء. هو يدعو لكن دعاءه هو مش جايب برضه، فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستجلب منه هذه الدعوات. قال: فادعوا الله جل وعز أن يميل قلب أم أبي هريرة. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو هريرة: فمضيت إلى البيت فإذا الباب قد رد، باب مقفول شوية، وسمعت خضخضة الماء، سمع صوت الماء تكب كل شوية كده. فلما هممت بالدخول قالت أمي: مكانك يا أبا هريرة. ثم لبست ثوبها وقالت: ادخل. فدخلت فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فعدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح. المرة هنا كان بيبكي منين؟ من الحزن، من الحزن، حزين ان امه حتى الان لم تؤمن، لم تسلم. فعبر عن هذا الحزن وهذا الالم الذي كان يعتصر قلبه بالبكاء. ولكن هذه المره يرجع مره اخرى الى الرسول عليه الصلاه والسلام وهو يبكي، ولكن يبكي من شده ايه؟ من شده الفرح. تعرف ان في دموع، دموع حزن، وفي دموع، دموع فرح، مش كده؟ في دموع ثانيه ولا هم النوعين دول بس؟ ايه؟ البصل. الاخ شغال في مطبخ يقول لك دموع البصل، دمعة البصل ديت، ماشي، دي دموع المطبخ. طب ما فيش دموع تانية؟ ما فيش دموع في الشريعة؟ بلاش في البصل، بلاش في المطابخ، شكله ما تعشيش اصلا. فيش دموع تانية؟ دموع الخشية، مش كده؟ دموع الخشية، الدموع اللي هي بتبكي من خشية الله، العين اللي بتبكي من خشية الله، الدمعة اللي تنزل كده من العين ديت من خشية الله عز وجل، دي تساوي ايه وتوزن ايه لما تكون الدمعة ديت تساوي انك انت تكون من اهل الجنة. ايه رأيك بقى؟ عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين بدت تحرس في سبيل الله، فدي عين بكت. تخيل بقى ان دمعة واحدة تنزل من عينك من خشية الله تساوي ان عينك لا تمسها النار، عينك لا تمسنا، دمعة واحدة تنزل من عينك. أبو هريرة جري على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو فرحان جدا وانفجر بالبكاء من شدة فرحه، لأن العائق اللي كان موجود زال. زال إزاي؟ ده بفضل الله ولطف الله ورحمة الله عز وجل، هو الذي أزال هذه العقبات وهذه العوائق كلها. فعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبكي من شدة الفرح، فقال: وأنا أبكي من شدة الفرح كما بكيت قبل ساعة من الحزن، وقلت: أبشر يا رسول الله. فقال: استجاب الله دعواتك وهدى أم أبي هريرة إلى الإسلام. عايزين نقف شوية في الفقرة ديت كده ونحاول نستخرج ونستنبط ونصطاد منها شوية فوائد. إيه اللي ممكن نستفيده من الفقرة ديت؟ أظن عارفينها، مش نادى تاني ممكن؟ إيه نستفيده من الفقرة دي على بعضيها كده؟ اتفضل. ماشي، من الاستئذان قبل الدخول على الام، حتى لو كانت امك وانت داخل البيت تستأذن ولا تدخل كده؟ لا، تستأذن، تستأذن، حتى هذا من الشرع. النبي الله عز وجل امرنا بان نستأذن في مواضع ثلاثه، خد بالك منها: حين تضعون ثيابكم من الظهيره، وكذلك ايضا لما الانسان يدخل على والدته او يدخل على أخته أو يدخل على أخوه، حتى أي دخول تستأذن وتدخل كده، تفتح الباب وتخش على طول. لابد أنك تستأذن. افرض أنت مثلا في البيت، أنت في البيت وعايز تدخل حجرة من الحجرات، تقوم جاي فاتح الباب وداخل وتخبط على الباب، أنا جوه البيت، تعمل إيه؟ إيه الصح يعني نعمل إيه؟ خبط على الباب. يمكن يكون في أي حاجة جوه، أختك بتخلع ملابسها، أخوك بيخلع ملابسه، والدتك بتخلع ملابسها، اي حاجة. لكن لما تخبط على الباب فدوت انذار او استئذان، فحتى ايه؟ يا تدخل يا ما تدخلش. هنا ام ابو هريرة قالت له: ادخل.
وقالت له استنى، لقيته استنى، لقيته استنى، تدخلش. اذا مش معنى انك انت استأذنت وخبطت انك لازم تدخل. في واحد فاكر انه لما يخبط يبقى لازم يدخل، طالما استأذن لازم ادخل. لا، انت بتستأذن، وممكن تقول لك ارجع، وممكن تقول لك ادخل. واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو ازكى لكم، هو ده الاطهر، ده الافضل. فمش معنى انك انت خبطت واستأذنت انك لازم تدخل. لا، انت ممكن تستأذن ويقول لك ارجع، زي ما ام ابو هريره قالت له استنى. رغم ان هي تفهم ايه في الشريعه، فهمش حاجه، لسه دي لسه هتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. لكن الاسلام بالفطره بيعلم الناس الحياء، بيعلم الناس الحياء. تجد ان هي ما سمحتلوش يدخل عليها كده، ولكن لا استنى، لما تلبس ملابسها وتقوم جايه يدخل وتقوم جايه تسمعه هذه الكلمه التي يعني تدخل السرور عليه رضي الله عنه. ماشي، ايه تاني؟ ان احنا ما نبخلش بنشر دعوه الله تبارك وتعالى، وما نزهقش، ما نملش. ابو هريره قعد يدعو 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 لدرجه ان هو خلاص بكى من شده الحزن على عدم الاستجابه، لكنه لم يتوقف. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لامه فاستجابت. اذا ممكن، ايه تاني؟ نعم، ان ابو هريره فعلا هو بذل مجهود. ام ابو هريره استجابتها والتزامها واسلامها كان بسبب بركه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ادعي لامي دعالها، فربنا سبحانه وتعالى هدى قلبها. لكن هل ابو هريره بذل مجهود ولا كان نايم وراح للرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ادعي لامي بالمره تدخل الاسلام؟ بذل مجهود. اذا انت لازم تبذل مجهودك في الدعوه. نعم فعلا، رغم ان هو بذل مجهود كبير جدا، لكن هو ما نسبش الفضل لنفسه ولا لجهده اللي هو بذله، ولكن قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ابشر يا رسول الله فقد استجاب الله دعوتك. فنسب هذا الامر الى بركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. ايوه، هو تحمل الاذى في سبيل الله تبارك وتعالى، ولكن لما البر انك انت تكون سبب في الاسلام. حينما يتوقف الداعية بذل كل جهده، ماذا يفعل؟ ينظر إلى من أعلى منه، يرجع إليه. يبقى لازم يبقى لك مرجعية، لازم يبقى لك حد ترجع له. لما أنت تتكرب، لما يحزبك أمر، لما يهمك أمر، لما تشتد عليك نفسك أو يشتد عليك الأذى من الخارج، ترجع له مربي، ترجع له تستشيره، تاخد برأيه، تصدق. لكن سامع الحرشي يقول لك انا ماشي بالدنيا. نعم، عدم رده على ايذاء امه، رغم ان هي اذته، هل هو تطاول عليها وهي كافره؟ هل هو تطاول؟ ده برضه بيعكس لنا ادب ابو هريره.
ولو كان الوالدين دول كفار فهو أيضا لا يبادلهم ولا نفس السب، ولكن بيبر مع أن هم على الكفر لكنه بيحافظ على هذه الصورة. فضل. نعم، حبه للرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسه. هو تحمل أذى كتير جدا، هو تحمل أذى كتير جدا، لكن لما الأذى أصاب الرسول عليه الصلاة والسلام انفجر بالبكاء، انفجر بالبكاء. الداعية وفرحة الطائعين العصاة. يعني أبو هريرة دوت رجل من الصالحين من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. تسلم على إيدك بتبكي من شدة الفرح، هو بيعدي عليك عادي، لازم له أثر، لازم تحس. وخلاص كان روحه تقعقع، روحه بتقطع. قال له سلاح المؤمن يجب أن يستخدمه من أول الأسلحة مش من آخر الأسلحة، يستخدمه من أول الأسلحة مش من آخر الأسلحة. فالدعاء له قيمة في حياة الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. خلصت كده؟ فهمت. كما أشركت شيخك في حمل الهم لابد أن تشركه حين يأتي السرور والفرح. ساعات واحد يجي يشتكي لك يقول لك انا وضعي صعب ومش عارف ايه وحياتي مكربه و و و يخليك انت بتحبه فتتالم لالمه، وده شعور المؤمن صح، انك انت تتالم لالم اخوانك، فانت تتالم لالمه وتفضل متالم، وتلاقي الموضوع فرج عنده وهو ربنا سهل له والازمه اتحلت وسايبك انت تعاني وتقاسي وهو بدا يتنعم. ينفع الكلام ده؟ المفترض اول ما تحصل الفرجه يأتي ويبشر من شاركته الهم على طول. افرض واحد انت جيت شكيت له ان انت ظروفك صعبة وضيقة ومش لاقي تسد ديونك فهو مسكين معهوش حاجة يديها لك، معهوش، فقعد يدعي لك وقعد يشيل همك. طب انت افرض ربنا فرجها عليك وجيت سديت دينك، ما تجيش تقول له ابشر انا سديت ديني الحمد لله، هتعمل ايه؟
مفترض تيجي تبشره زي ما شاركته في حمل الهم والأسى، برضو شاركه في السرور لما يأتي عليك، مش بس في الكروب تشيله وفي الفروجات وفي الفرح والسرور تهمله، لابد انك انت تشاركه كذلك في أفراحك وفي سرورك الذي حل بك. خلصتم؟ تفضل. ها؟ الفرح بالخير والتبشير به، من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه دائما يبشر، وكذلك من عادة الصحابة أنهم يبشروا. فأول ما حصل الخير قال له أبشر يا رسول الله، أول حاجة مالوش أسلمت قال له أبشر يا رسول الله، فقال استجاب الله دعواتك وهدى أم أبي هريرة إلى الإسلام. تمام، تفضل. أي نحن ما نبقوش قاصين على دعوة نفسين، لازم كل واحد يدعو الآخرين. تفضل. عدم القنوط من دعوة العصاة حتى وإن كان هو شديد في ذنوبه أو معاصيه، أنت ما تيأس، أنت عليك الدعاء الدعوة أنك تدعو لله عز وجل، وأنك تدعو له أن ربنا عز وجل يشرح صدره ويغير شأنه وأمره، ولا تمل ولا تمل. متى تأتي الهداية أنت ما تعرفش، فخليك مستمر لا تتوقف. تفضل. هذه من بركات النبي عليه الصلاة والسلام ومن معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، الاستجابة الفورية فعلا. ده مجرد ما أبو هريرة جه حكى المشكلة، رجع البيت، هي ساعة رجع البيت لا أسلمت خلاص. هذا يدل على يعني معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام وبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، طبعا لا شك طبعا أن القصة ديت أو الموقف دوت بيأكد نقطة مهمة جدا، وهي قضية بر الوالدين، هي قضية بر الوالدين، إن كيف إن أبو هريرة رضي الله عنه بر والدته وهي كافرة وهي مشركة، ولما يعني أصابته بأذى في النبي صلى الله عليه وسلم لم يقابل هذا الأذى بسب أو بقذف أو بإهانة أو بضرب أو بأي شيء، لكنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ليطلب منه أن يدعو لأم أبي هريرة بالهداية. فهنا نقول إن كان ده وضع أبو هريرة مع أمه وهي كافرة، ما بالك بقى وضع إحنا المسلمين مع بعضنا وأمهاتنا وأمهاتنا مؤمنة، فكيف يكون الحال وكيف يكون الشأن؟ وفي هذا يعني طبعا كلام كتير جدا في موضوع بر الوالدين. قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لو نظرنا لهذه الآية نرى فيها بعض المواقف المهمة جدا. الله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، دي قضية إيه؟ توحيد، قضية توحيد، دي أس العملية كلها، ده أساس الدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طب الأمر الثاني اللي يتلوه في الأهمية: وبالوالدين إحسانا. بالوالدين إحسانا، الله عز وجل أمر وقضى أن يكون الإحسان بالوالدين. طب إمتى بالذات؟ بالذات قوي إمتى؟ وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ليه الكبر وعندك وأف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما؟ إيه ده؟ ليه لما يكبروا؟ ليه لما يكبروا؟ لو أنت مثلا تشوف جدك، ممكن تشوف جدك، أكيد جدك ممكن يكون كبر قوي، عجز قوي، ممكن يكون بدأ يهلوس، بدأ يجيله زهايمر، بدأ الأمراض تكتر، بدأ يعمل حاجات أنت لا تتحملها، ده جدك مش كده؟ طب أنت افرض والدك كبر لهذه السن وفعلا بدأ يمرض وبدأت تجيله أمراض كتيرة، وأنت ما عدتش تتحمل هذه الأمراض ولا العناية به ولا رعايته، ماذا تقول؟ ماذا تفعل؟ تخيل كده مثلا لو أنت والدك كبر بقى عنده مثلا 80 سنة 90 سنة ولا حاجة، وبعدين لما كبر سنه أكيد عقله بيضعف، جاله زهايمر، نسيان. ده النهاردة الشاب مننا بيبقى عنده 30-40 سنة ويجيله زهايمر، خد بالك. نعم،
هنا بقول لك مننا منك انت انا عديت الموضوع ده. تمام جزاك الله خيرا. فهنا بنقوله ايه ان دوت بلغ سن كبير جدا ممكن يجيله مثلا مرض زي كده. ابسط حاجه ده مرض ده سهل خالص كمان زهايمر مثلا. ياخد العلاج يقول لك ما خدتش، ياكل يقول لك ما كلتش، يغير يقول لك ما غيرتش، مش عارف ايه ما عملتوش ليه. ممكن تبقى سبب مشاكل كبيره جدا جدا في البيوت. طب مين اللي هيتحمل والديه في هذه السن وبهذه الطريقه؟ بل ممكن ناس لما بيكبروا سنهم بيجيلهم امراض بقى في الجهاز البولي مثلا، بص لاقي مثلا تبول لا ارادي في السن الكبير 70 80 سنه 90 سنه، ممكن يبقى عنده تبول لا ارادي، ممكن يتبرز تبرز لا ارادي. طب انت هتقدر انك انت تراعيه وتنظف له بقى مكان البراز او مكان البول او الحاجات ديت؟ هتعمل كده اهوت وانت نفسك راضيه ولا ايه؟ الواضح يبقى شكله ايه ده؟ ممكن يبقى صعب جدا، ممكن لا تتحمل. ولذلك هو في مرحلة الكبر ديت هو زمان ما كانش محتاج لك، وانت صغير وهو كبير، هو كان بيشتغل، هو كان في عقله، هو كان في قوته، هو كان في كامل يعني بنيانه وصلاحه، فكان بيبذل ويعمل ولا يحتاج إليك، أنت الذي كنت تحتاج إليه. ولذلك هو لم يشعر بأي ضجر، وهو إيه؟ وهو يجيبك على كل أسئلتك. حتى إن من بعض المواقف اللي بتحكى ان راجل كبر فكان مع ابنه الصغير بقى شاب، يعني ابنه بقى شاب كده في حديقه، فالراجل كبير فبيقول له هو ايه اللي وقفت هنا على الشجره؟ قال له عصفوره. فشويه قال له ايه اللي وقفت على الشجره دي؟ قال له عصفوره. شويه قال له ايه اللي وقفت على الشجره دي؟ قال له عصفوره. خمس سبع مرات عصفوره. قال له ما قلت لك عصفوره عصفوره. وقام جاي بدا يشوح وبدا يعلي صوته اخبلك. فالراجل سكت، وما رجعوا البيت قام جاي مطلع دفتر، فوجد فيه في هذه المذكرات انه كان ابنه وهو صغير يسال والده عن هذه العصفوره، يقول له ايه اللي على الشجره؟ والده يقول له عصفوره. ايه اللي على الشجره؟ يقول له عصفوره. 20 مره. وكان الوالد مسرور وهو يجيب انه بيقول له دي عصفوره. فكان الوالد مبسوط وهو بيجاوبه لاكثر من 20 مره وهو يجيب. اما الان بعد ما الوالد كبر وهو ممكن يكون مش مركز، فبيسأل ابنه ايه دي؟ عصفوره. مره اثنين ثلاثه خمسه زهق وبدا يشوح وبدا يعلي صوته وبدا تظهر منه حركات تدل على الضجر وعدم الاستحمال، مش مستحمل خلاص، خد بالك. فذكره بهذه التجربه انك وانت صغير كنت بتسال نفس الاسئله الممله ديت، لكن كنت بيستحملوك ولا ما بيستحملكش؟ اكيد بيستحملوك. يعني وانت صغير اكيد كنت بتتبول، كنت بتتبرز على نفسك، والبامبرز خير شاهد في المحلات كلها بامبرز، ان يا ترى مين بيجيبه دوت، مين بيلبسه لمين؟ اكيد اكيد والديك، مش انت بتلبسه لنفسك يعني، مش كده؟ وانت صغير وانت عندك سنه ولا اتنين ولا ثلاثه اكيد انت اللي بتلبسه نفسك، ده هم اللي بينظفوك وبيحموك وبيطهروك وبيستحملوا كل اذاك. طب افرض بقى ان الوالد كبر او الوالده كبرت وبقت في مرحله ان هي محتاجه انها تلبس بامبرز برضو عشان ما تخش الحمام وتعملش كذا، ما يبقاش في ضرر. طب يا ترى انت او زوجتك او اختك هيقدروا ان هم يقعدوا مع الام او الاب ويطهروهم ويعملوا الحاجات ديت، ولا الامر ده هيبقى صعب جدا؟ وانك انت في الحاله ديت لو عملته مره تبقى انت متقرف ومتضايق وبتقول بقى امتى ربنا يريحهم؟ هو انت عايز ربنا يريحهم ولا عايز ربنا يريحك انت؟ هو ايه مطلوب بالظبط؟ يعني هم صبروا عليك وانت بتعمل كده هو كام سنه وهم يتحملون كل هذا الاذى وغيره من الاذى وانت لا تتحمل هذا الاذى. فوجودهم عندك في الكبر ان هم ما لهمش غيرك بقى خلاص. يعني هم في الاول كان ليهم ان هم يعملوا اي حاجه ويروحوا وييجوا، ليهم حاجات كتير قوي، لكن لما يكبروا بيبقوا خلاص زي ايه؟ زي العصفوره المعجزه قاعده في سبت، لا عارفه تطيل ولا عارفه تروح ولا عارفه تعمل حاجه، قاعده في مكانها. وانت ممكن تبص لها جدك او جدتك خلاص مش قادرين لا ينزلوا ولا قادرين يطلعوا، كلهم قاعدين في البيت مساكين قاعدين يكلموا نفسيهم. ادي كلموا نفسيهم قاعدين في البيت في شقه لوحديهم في اوضه لوحديهم، قاعدين يبصوا لبعضيهم 24 ساعه بيعدوا، مفيش اي انشطه بتتعمل، مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه، يعني حياه ملل ملل، فعلا ملل. طيب وانت فين من الملل ده؟ وجودك فين في المساحه ديت؟ فهم محتاجين لك في هذا الوقت،
محتاجين ان هم يسمعوا كلامك، محتاجين ان هم يدردشوا معاك. عشان كده لما انت ممكن تروح تزور جدك او جدتك، او مثلا لما ابوك يعجز وعنده 70 80 90 سنه وتزوره وتكلمه، تبص ليه عمال يتكلم في حاجات، هو عمال يقول اي حاجات تافهه، اي حاجه تافهه، بس هو عايز يتكلم، هو مش مدرك انها بقت تافهه، لان هو بيتكلم على حاجات قديمه، فانت مش هو مش مدرك انها تافهه وانها قديمه وانها، لكن هو كل شويه يعيدها. ممكن يحكي لك قصه 20 مرة، وكل ما تروح تزوره يحكي لك القصة تاني. لو زرته 20 مرة 30 مرة 40 مرة، كل ما تروح يحكي لك نفس القصة، لدرجة ان انت حفظتها وعارف اولها ايه واخرها. بس انت ما ينفعش تقول انا عارفها وقلتها قبل كده، ما ينفعش، لازم تسيبه يقول القصة بحالها، لازم ياخد راحته، اخد بالك. ففي مواطن صعبة جدا انك انت ممكن تتحمل، ولذلك الله عز وجل يقول اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. ممكن واحد يكون عايش، ممكن الاثنين يكونوا عايشين، طيب تعمل ايه؟ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اف دي اقل، اصغر، اقل، فيش اقل منها، كلمه تتقال اللي بتعبر عن الدجر. حتى كلمه اف ما تقولهاش، ما بالك بقى بالتشويح، ما بالك بالزعيق، ما بالك بالشتم، ما بالك بالضرب، ما بالك بالاذى الحقيقي، ما بالك بالحاجات الكتير قوي قوي اللي احنا ممكن نكون بنسمعها، انه ياخد اهله دول يرميهم في دار ايتام ولا دار مسنين، مش كده؟ زي ما نشوفه نماذج صعبه جدا. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. هما في وقت يحتاجوا احتوائك، يحتاجوا حنانك، يحتاجوا شعور بان هما لهم قيمه وان هما عملوا اللي عليهم. طب انت فين اللي عليك؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. خباك ده أمر من ربنا سبحانه وتعالى، والأمر يستدعي الوجوب، يعني اللي يعمل كده آثم، يقع في كبيرة من كبائر الذنوب. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ولا تنهرهما، إلا أوعى إيدك وتزقه، تعلي صوتك، تبحلق في وشه، تطنشه، كل الحاجات دي من أف ومن أشد منها. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لأن المرحلة دي ممكن تسمع فيها اللي يستدعي إنك تقول أف، ولكن المطلوب منك إنك إيه؟ إنك ما تقولش أقل كلمة، إنك ما تقولهاش، لأن الحالة تستدعي ذلك. أي واحد غير ملتزم، غير متدين، غير مسلم ممكن ما يتحملش، لكن انت كرجل مؤمن بالله تبارك وتعالى لابد انك انت تعرف ان هذه اللحظات الحاسمة في حياة الابوين هي لحظات فارقة، اما انها تكون سبب من اسباب ان يبقى لك باب من ابواب الجنة مفتوح، او انك تغلق على نفسك هذا الباب. قال فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لازم انت برضو تقول الكلام الطيب، كلام الهين، كلام اللين. دايما تبص تلاقي مثلا لما الناس يكبروا، جدك وجده وجدتك، انا طبعا بقول لك جدك وجدتك عشان انت لسه والدك والدتك ما كبروش يعني، بس لما يكبروا ويبقى عندهم 80 سنه و90 سنه، تبص لهم قاعدين نقر ونقير مع بعضهم كده، قاعد يتعارك معاها وهي تتعارك معاه لأتفه الاسباب. يقول لها انت ما بتطبخيش ليه؟ ما هو شايف انها مش قادره تقف اصلا. يقول لها انت ما جهزتيش مش عارف ايه، وبعدين تحط تاكل ما بياكلش هو اصلا، يعني هو اسنانه وقع اصلا ما بياكلش، ومع ذلك وبلا ما انت ما تخش ليه؟ ما عملتيش ليه؟ طب تيجي تعمل، يقول لها انت واقفه في المطبخ على طول. المهم اي مشكله، اي مشكله، فبص لها مشاكل شغاله على طول بين الناس وهي كبار. طب دول محتاجين ايه؟ محتاجين انك انت ما تدخلش تزعق لده، ما تدخلش تزعق لده، ما تقولهمش انتوا ايه؟ انتوا عيال صغيرين، انتوا بترجعوا لورا ولا بتطلعوا لقدام، انتم، انت اللي مش فاهم. ان هم وصلوا لمرحله يحتاجوا فيها القول اللين، القول الهين، القول الكريم. وقل لهما قولا كريما، انك انت ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. مش كده وبس، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، يعني تذلل لهم مش ذلهم. في فرق بين تذلل لهم وايه وذلهم. في واحد بيذلهم، لا دي تذلل لهم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل، يعني ده فعل الاول، خفض جناح الذل من الرحمة، هذا فعل، إن يرى من سلوكك إنك أنت بتتذلل بين أيديهم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما
كما ربياني صغيرا. تطلب لهم الرحمة مش الموت، مش الرحمة موت يعني، مش لا الرحمة. إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يهون عليهم المرض، إن ربنا سبحانه وتعالى يرحمهم في قبورهما بعد موتهما، إنك أنت تدعو لهم بعد العناء الطويل والحياة الصعبة اللي عاشوا فيها ديت، إن ربنا سبحانه وتعالى يرحمهم في هذا السن الكبير. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تبارك وتعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وتاني وبالوالدين إحسانا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. إذا مرتبة بر الوالدين دي مرتبة عالية جدا في دين الله تبارك وتعالى. وعن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: فيما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ أبوه وأمه ماتوا، فبيسأل: لي حاجة من البر أعملها بعد موتهم؟ قال: نعم، الصلاة عليهما. يعني الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما، لو كاتبين وصية نفذ الوصية بتاعتهم، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. يعني لو في أقارب بينك وبين قرابة، يعني كانت بين والدك أو بين والدتك وبين بعض أقاربهم، أنت لا تقطع هذه القرابة ولكن صلهم، تعمل زيارات، تعمل اتصالات، لابد من التواصل وإكرام أصدقائهم وأصحابهم. إن والدك كان ليه أصحاب، إن والدتك كان ليها أصدقاء، فتحسن إليهم بقدر المستطاع. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة وأنا غلام شاب. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقسم لحمة يوزعها على إيه؟ على الناس بمنطقة الجعرانة. هو كان غلام شاب صغير، فأقبلت امرأة، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط لها رداءه فقعدت. أول ما شافها الست اللي جاية انبسط لها رداء في الأرض، هو صلى الله عليه وسلم اللي قام فرد رداءه على الأرض، فقعدت عليه. فقلت: من هذه؟ قالوا: أمه التي أرضعته. يعني دي أمه اللي كانت بترضعه، يعني مرضعة الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف يعاملها؟ يعاملها كأنها أمه صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. يعني ما عندوش سلاح، ما عندوش عتاد، ما عندوش أي حاجة. قال: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أشتهي الجهاد، عايز جهاد بس ما في سبيل. قال: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. أمي اللي فضلة. قال: قابل الله في بريها، قابل الله في بريها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد، فإذا رضيت عنك فاتقي وبرها. إذا رجل ما ليس عنده آلة للجهاد، ليس عنده سبيل للجهاد، فالرسول عليه الصلاة والسلام سأله عن شيء آخر، سأله عن أمه أو عن أبوه أو عن أي حد فاضل منهم، فقال: هل بقي من والديك أحد؟ فضلك أم أب أي حد لسه عايش؟ قال: أمي. قال: نعم أمي. فقال: قابل الله في بريها. يعني قابل الله في بريها؟ ها فضل. أيوة، يعني لا تموت إلا وأنت بار بها، يعني تفضل تبرها على طول لغاية ما هي تموت، يعني أنت تموت. قابل الله ببرها، يعني إلزم برها، فإذا فعلت، لو قدرت أن أنت تلزم برها، فإذا فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد، يعني لك أجر الحاج وأجر المعتمر وأجر المجاهد. طب وإذا رضيت؟ لو أمك بقى دي رضيت عنك، فإذا رضيت عنك فاتقي، يعني حافظ على هذا الرضا وبرها، استمر على برها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لأعلم، لا أعلم، لا أعلم، يعني ما عرفش، لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدين.
يعني يعتبر من أقرب الأعمال التي يحبها الله عز وجل ويرضى عنها بر الوالدين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلما؟ قال: وإن ظلما. ابن عباس رضي الله عنه بيقول إن ما فيش أي مسلم يكون عنده والدين يصبح إليهما محتسبا، يعني يصبح على الصبح وهو محتسب فيهم، صابر عليهم، يرجو الأجر في برهم، يعني مع كل صباح يحتسب الأجر في برهم. النهاردة أنا ناوي أتحمل عنائهم، ناوي أتحمل أي أذى، يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين. ليه؟ عشان أبوه إيه؟ عشان أبوه وأمه، يبقوا بابين من الجنة. وإن كان واحد، يعني واحد اللي عايش أبوه أو أمه، يفتح له كم باب؟ يفتح له باب واحد. طيب، وإن أغضب أحدهما، لو أغضبت أمك أو أغضبت أبوك ولم يرضى، لم يرضى الله عنك حتى يرضى هو عنك. يعني لو أنت أغضبت واحد منهم، ربنا سبحانه وتعالى يغضب عليك حتى يرضى الذي أغضبته، سواء أمك أو أبوك. فهو بيسأل بيقول له: وإن ظلماه؟ يعني يفرض هم كانوا ظلمني، أنا صح وهم غلط، وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. قال: وإن ظلماه. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: شهد ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يمانيا، من اليمن يعني، يطوف بالبيت، حمل أمه ورأى ظهره. واحد من اليمن جاي حج من اليمن. تخيل بقى اليمن دي قد ايه، يعني جيزان مكة 1000 كيلو، مكة حط الجيزان، حط اليمن حط عليها مثلا 200 كيلو ولا حاجة، ولا 100 كيلو حتى، يبقى 1100 كيلو. واحد شايل أمه 1100 كيلو، بلاش 100 1000 كيلو. قال: رجلا يمنيا يطوف بالبيت، حمل أمه ورأى ظهره، يقول الرجل اليمني ده: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. يعني بقول أنا لها الدبة بتاعتها، أنا الجمل بتاعها اللي هي ركباه، أنا الحصان بتاعها، أي حاجة. يقول: أنا لها بعيرها المذلل اللي تحت أمرها، الذي لا يعصي لها أمر، دائما هي تركبه. وإن أزعرت ركابها، يعني لو حطت رجلها في ركابه ضغرت عليه أو دسيته أو عملت أي حاجة، هل هو يتذعر؟ لو هي نرفزته يتنرفز؟ لا. قال: وإن أزعرت ركابها لم أذعر. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ يعني أنا عامله ده، جايبها 1000 كيلو من اليمن شايلها على ظهري وبطوف بها بالكعبة وهي على ظهري، تفتكر أنا كده جزيتها ولا لسه؟ قال: أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بظفرة واحدة. قال: لا، لم تجازيها، يعني أنت لم تفعل المكافأة، لم تجازيها، ولكن قد أحسنت، اللي أنت بتعمله ده كويس، هذا مطلوب، هذا بر، ولكنك قد أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. يعني الجهد البسيط اللي انت بتعمله ربنا يثوبك، يديك ثواب عليه كبير. طب هو ده بيعمل جهد بسيط؟ هو الجهد ده بسيط؟ لما تسمع ان ده بسيط تفهم ان بذلته الام كان كبير ولا كان بسيط؟ كان كبير جدا. عشان كده بيقول له: ولا بظفرة، يعني وهي بتولدك بتشوف الموت. مش احنا بنسمع ناس كتيره جدا، او ناس مش لازم كتيره جدا، يعني واحده وهي بتولد تموت. ليه؟ هي بتولد، آلام الوضع، مش عارف ايه، بيخرج الجنين، ماتت. إذن ممكن هي فعلا بتشوف الموت وهي بتولدك، وبعد ما تراك حي جنبها عملت صرخ وعملت، فهي في قمة السرور والسعادة رغم ان هي في شدة الألم، مشاعر عجيبة وغريبة. واحدة بتتألم وتنزف وفي نفس الوقت مسرورة سعيدة
بوجودك بجوارها. فقال لا، ولا بزفرة واحدة، لكنك قد أحسنت. قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن لي أما بلغ منها الكبر أنها لا تقضي حوائجها إلا وظهري لها مطية. بيقول أنا لي أم كبيرة وكبرت قوي لدرجة أنها ما تقدرش تعمل أي حاجة غير لما تركب على ظهري، وظهري لها مطية، يعني يشيلها على ظهره، رايحة حمام يشيلها يوديها الحمام، عايزة تدخل تنام يوديها تدخل تنام، عايزة تروح هنا يوديها، هو ركوبتها. فقال: إن لي أما بلغ منها الكبر أنها لا تقضي حوائجها إلا وظهري لها مطية، فهل أديت حقها؟ أنا كده عملت اللي عليا؟ هي ما بتقدرش تعمل أي حاجة غير لما أشيلها على ظهري وأتحرك بيها، فهو بيقول أنا كده أديت حقها؟ قال: لا، لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقاءك، وأنت تصنعه وأنت تتمنى فراقها. يعني أنت شايلها لكن أنت بتتمنى إيه؟ أنت بتتمنى فراقها، بتقول بقى إمتى ربنا يريحها، وأنت عايز أنت اللي ربنا يريحك، مش كده؟ أنت تتمنى فراقها، لكن هي لما كانت بتشيلك وأنت صغير، يا ترى كانت بتتمنى أنك ترميك في النار أو ترميك في الترعة أو تدفنك حي أو تتمنى زوالك، ولا كانت حريصة عليك وبتتمنى بقائك؟ فهي كانت بتقوم بنفس الدور، بتشيلك زي ما أنت النهاردة شايلها، لكن وهي بتشيلك زمان كانت سعيدة وتتمنى بقائك، لكنك الآن تحملها وأنت تتمنى زوالها. قال: وأنت تتمنى فراقها ولكنك محسن، أنت تحسن الصنع، والله يثيب الكثير على القليل. نفس كلام ابنه متعلم منه، تلاحظ في كلام ابن عمر قريب جدا من الكلام ده. ليه؟ لأن دي التربية، كان الأب بيعلم ابنه، فالأب بيشرب من ابنه فيطلع يقول زي أبوه، ماشي؟ مش عايزين نتكلم دلوقتي على الآباء بتوع اليومين دول، لكن احنا عشان نتكلم في موضوع بر الوالدين فلازم طبعا نتكلم في حقهم كويس شوية. وقال طاووس رحمه الله: إن من السنة أن نوقر أربعة، من السنة أن نوقر أربعة: العالم، وذو الشيبة، والسلطان يعني العادل، والوالد يعني الوالد، يعني الأب والأم ولا الوالد لوحده؟ الوالد يعني الأب والأم. وقال وهب ابن منبه رحمه الله قال: إن البر بالوالدين يزيد في العمر، إن البر بالوالدين يزيد في العمر. وسئل الحسن البصري رحمه الله: ما بر الوالدين؟ إيش مقصود بر الوالدين؟ قال: أن تبذل لهما ما ملكت وأن تطيعهما فيما أمراك إلا أن يكون معصية، يعني تبذل كل اللي معاك عشان خاطرهم، وإنك أنت تطيعهم فيما لم يكن فيه معصية. تبذل كل اللي معاك ديت، كانوا يقولوا قصة، يعني كان قصة من القصة الواقعية، يعني يقولوا إن كان في شاب بيعمل في الأردن، وبعد كده هو يعني استقال من العمل اللي هو كان فيه، فالرجل أعطى له 3200 درهم، ده له 3200 درهم. فأول ما خرج وذهب إلى البيت وأبوه وأمه عرفوا أنه هو معاه 3200 درهم، قالوا له: قدم لنا في الحج، عايزين نحجه إحنا الاثنين. طبعا مبلغ ده ضخم كبير يعني كويس، فهو لم يتردد وذهب إلى المكان المعد لذلك ودفع فعلا المبلغ كله لدرجة أنه ما عادش معاه حاجة خالص. فذهبوا إلى الحج ورجعوا، فيقول إنها بعدها بأسبوعين فقط الرجل صاحب الشركة اتصل بي وأخبره أن له مكافأة عنده لابد أن يأتي ويتسلمها بنفسه. فلما ذهب ليتسلمها أخذ شيك، هذا الشيك فيه 3200 درهم بالضبط، 3200 درهم. هذا بذل كل ما كان عنده، الله عز وجل أخلف عليه ورزقه من هذا المال. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات. أفين يعني حرم؟ يعني الذي يعق ولديه آثم ويأتي يكون أتى كبيرة من الكبائر. حرم عليكم عقوق الأمهات، الأمهات بس الأمهات والأبهات، الأمهات يعني ليه؟ كله يعني الأب والأم. حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات. يعني إيه وأد البنات؟ يعني دفنهن وهن أحياء،
ووأد البنات ومنعا وهات. منعا وهات دول كلمتين، ومنعا وهات يعني ان واحد يمنع حقوق الناس ويأخذ حقه كاملا، فلما يكون له واجب يؤديه لا يؤدي واجبه، لكن لما يبقى له حق يعمل ايه؟ يطالب بحقه، فيمنع ويأخذ، يمنع مال الناس ويأخذ حقه. فقال نحرم عليكم منعا وهات، والمطلوب ايه؟ انك انت تاخد وتدي، انك انت ادي ما عليك وخد حقك، يعني يكون ما تاخدش حقك وبس، لا خد حقك وادي حقوق الناس. ومنعا وهات وكره لكم ثلاثا، قيل وقال. الموبايلات بقى والتليفونات واتكلم براحتك، مش عارف ايه، لك براحتك، لك براحتك، وانت تتكلم بقى ده فلان قال كذا، يا راجل ده اتقال عنه كذا، وتفضل قيل. طب عندك دليل؟ لا مفيش، هي بقيل. حرم عليكم قيل وقال وكثرة السؤال، تسأل على ما ينفع وما لا ينفع، كثرة السؤال. أما السؤال في المصلحة والمنفعة والتعلم، سواء كان علوم شرعية أو علوم دنيوية، هذا لا حرج فيه. واحد بيسأل في الكيمياء، واحد بيسأل في الفيزياء، واحد بيسأل في الهندسة، واحد بيسأل في الطب، لا بأس. واحد بيسأل في الفقه، في العقيدة، في الشريعة، في مسائل، لا بأس. لكن الإنسان الذي يسأل في مسائل ممكن تكون بتوقعه في اضطرابات في العقيدة، أو بتوقعه في مشاكل، أو أسئلة ليست واقعية، واحد يتخيل سؤال ويفضل يسأل فيه. وكثرة السؤال وإضاعة المال، شرب بسجاير بقى وتضيع الأموال فيما لا مصلحة فيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاقل لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. ثلاث أصناف الله عز وجل ينظر إليهم يوم القيامة، يحرمون من نظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاقل لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. المرأة المترجلة اللي هي اللي عاملة زي الراجل، اللي عاملة زي الراجل طبعا. وما أكثر النساء المترجلات النهاردة، ما أكثرهن شكلا وموضوعا. والديوث الذي يقر الدنيء والخبيث في أهله، تيجي تقول له، يقول لك مثلا، تبقى أنت راجل شكلك محترم، يقول لك مثلا أختك ماشية مع فلان فلاني، تقول له المشكلة صاحبها، ده صديقي. أهو دي الدياثة بقى، أنه يقر ويرضى بالخبيث في أهله، يرضى بالخبيث في أهله، يقول له أنا مشي مع أختك وأنت مشي مع أختي، ونونس مع بعضينا، دي الدياثة بعينها. فحرم الله عز وجل هؤلاء الثلاث، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر، يعني من الكبائر، من الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. أفي اليمين الغموس؟ واحد بيحلف على يمينه وهو عارف انه ايه، انه كذاب، يقول لك والله ما شفت وهو شاف، والله ما عملت وهو عمل، والله ما سمعت وهو سمع، والله ما اخذت وهو اخذ، يبقى هذا يمين غموس، دي من الكبائر. وقتل النفس طبعا معروف. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: اتى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اني جئت اريد الجهاد. الرجل ده جاي عايز ايه؟ عايز جهاد في سبيل الله. قال: اني جئت اريد الجهاد معك، ابتغي وجه الله والدار الآخرة، ما يريد الا مرضات الله سبحانه وتعالى، ولقد اتيت وان والدي ليبكيان. يعني اتى غصبا عن مين؟ اتى غصبا عن مين؟ عن والدي. بيبكوا ليه يعني؟ بيقول لك انا جيت عايز اجاهد معاك، ابتغي وجه الله والدار الآخرة، ووالدي يبكيان، سابوا هما بيبكوا. قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. خلي بالك منهم بقى قوي قوي قوي. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده.
شوف بقى أمك بتعمل فيك إيه كل يوم، شوف أبوك بيعمل فيك كل يوم، تقولي هو اللي بيعمل، أنت اللي خليته يعمل، أنت اللي وصلته لمرحلة إن هو إيه، إنه يدعي عليك. والنبي عصام لهذا الحديث ينهى الأمة عن أن يدعوا على أبنائهم، قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أبنائكم، ينهى النبي عليه الصلاة إن الناس إن الكبار يدعوا على أبنائهم أو يدعوا على نفسهم. طالما في طاعة أنت راح تشتغل رزق حلال خلاص، مسافر دعوة مسلية، واحد رايح بقى يتفسح في فرنسا في باريس ويبرتع هناك، ده مش سفر طاعة. السفر المقصود به سفر طاعة، سفر طاعة يعني بيكفي نفسه السؤال، بيعف نفسه في سفر لطلب العلم، سفر العمل ده سفر طاعة إن شاء الله. إنك أنت رايح ليه؟ راح تكسب مال حلال، ما أنت ممكن تسرق هنا، ممكن تبيع مخدرات هنا، ممكن تبيع أي بانجو وتخلص نفسك وتكسب، لكن أنت رايح لبعيد عشان تكسب رزق حلال، اتشردت وسبت أهلك ودفعت وخليت وغربة ليه؟ عشان تاكل مال حلال، أطب مطعمك، فأنت بتنفس حاجة، واضح؟ فقال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، يعني ما حدش يتكلم فيهم، لا شك فيهن. دعوة المظلوم، فخلي بالك انك تظلم حد ويدعي عليك. ساعات كتير جدا بنستهتر احنا، تظلم الناس يقول لك انا هدعي عليك، تقول يا عم ادعي، يا عم ادعي، انت مستهتر. دعوة المظلوم ده ممكن تزيل الملوك، يعني انت تشوف انت مبارك وكزافي وغيره وغيره كم ظلموا، مش ممكن تكون دعوة مظلوم سبب في انهيار عروشهم وملوكهم؟ ممكن تكون دعوة مظلوم سبب في انهيار هذا الملك كله بسبب الظلم. اتقي دعوة المظلوم. قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. طب والوالد لما يدعي لولده معانا برضه ولا مش معانا؟ معانا. لو دعاله دعوة مستجابة، ولو دعا عليه دعوة برضه مستجابة. خلي بالك بقى، يعني دي سلاح ذو حدين. يا ترى انت هتستخدم انهي شفرة، اللي بتذبحك ولا اللي ممكن ترفعك؟ دعوة معاهم كنز، يا ترى تخلي تستخدمه استخدام جيد ولا تسيء استخدامه؟ انت هتبذل ايه عشان تاخد ده؟ ابذل كل حاجة عشان تاخد هذه الدعوات المستجابات. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع، رضا الرب في رضا الوالدان، ورضا الرب في رضا الوالد، يعني الوالدين الأب والأم، وسخط الرب في سخط الوالد، يعني تسخط أبويك يسخط الله عز وجل عليك، ترضي أبويك يرضى الله عز وجل عنك، فماذا أنت فاعل؟ قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. يعني تخيل لما تعرف ان مجرد ما والدك يسخط او والدتك تسخط او تغضب انك اغضبت ربك. هل حد بيتخيل انه لما بينرفز امه وبيغضبها ويخليها تعيط ويخليها تشتم وتهبد وتكسر وتتنرفز وتتنكد ويجي لها الضغط ويرتفع السكر، هل هو متخيل الحالة دي كده؟ هو لو هي مثلا غضبت ربنا عز وجل ممكن يرضى عنك ولا يغضب عنك؟ لا شك ان دوت بنص الحديث رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. يعني رغم أنف؟ أيوة، يعني تمرمغ أنفه بالتراب. خلاء يعني الذل، إنه يصيب الذل والهوان. رغم أنف رغم أنف رغم أنف، يعني أصابه الذل والانكسار والهوان. من؟ قيل يا من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رغم أنفه، أصابه الذل والهوان. اللي يدرك أبويه أو واحد منهم عند الكبر. ليه عند الكبر؟ لأن الحالة دي هي حالة الضعف اللي عندهم، الحالة اللي محتاجين فيها لطفك، رفقك، حلمك،
محتاجين انك يروك بجوارهم، يروا برك، هم يحتاجون الى البر في هذه اللحظات. فقال: من ادرك ابويه عند الكبر احدهما او كليهما فلم يدخل الجنه رغم انفه. قال الاصمعي: حدثني رجل من الاعراب قال: خرجت في الحي من الحي اطلب اعق الناس. واحد من الاعراب بيقول الاصمعي: انا خرجت ادور على اشد واحد عقوقا لوالديه وابر الناس كذلك بوالديه، فكنت اطوف باحيائي حتى انتهيت الى شيخ، انتهى الى شيخ في عنقه حبل. خد بالك من المشهد، انتهى الى شيخ رجل عجوز كبير وفي عنقه في حبل يسقي بدلو، الحبل دوت مركب فيه حبل طويل مركب فيه جردل بينزله في البير يطلع ايه، يطلع الحبل وسنده على ايه، سنده على رقبته. تخيل بقى حبل راجل عجوز محني وسند الحبل على رقبته بينزله في الجردل في البير وبيشد الميه. فقال: في عنقه حبل يسقي بدلو لا تطيقه الابل في الهاجره. يعني هذا الحبل وهذه الحموله الجمال ما تستحملهاش في وقت الحر، وهو يسقي كذلك في وقت الحر. قال: لا تطيقه الإبل في الهاجرة والحر شديد. وبعدين: وخلفه شاب في يده رشا من قد ملوي يضربه به. معاه واحد وراه مسك حاجة زي ايه، زي الكرباج متني كده هو من جلد قوي متني وبيضربه به، بيضربه به. يعني هو في عنقه الحبل وبينزله في البير بيشيل بيه المية وقت الشمس والحر، وده معاه زي كرباج ورا أو جلدة قوية وعمال يضرب على هذا الرجل من ظهره حتى عملوي وعمال يضربه بيه كده. قال: شق ظهره بذلك الحبل. الحبل دوت شق ظهره فعلا، علم في ظهره وجرحه، شق ظهره بذلك الحبل. فقلت: أما تتقي الله في هذا الشيخ الضعيف؟ الأعرابي بيقول الشاب ده، بيقول له: أما تتقي الله في هذا الشيخ الضعيف؟ أما يكفيك ما هو فيه من هذا الحبل حتى تضربه؟ كفاية الحبل اللي في رقبته والدم اللي بينزل منه، أما يكفيك هذا؟ قال: إنه مع هذا أبي. قال: إنه مع هذا أبي. بيقول له: ده مع كده ده أبويا. تخيل، بيقول له: إنه مع هذا أبي. يعني أنت عارف إن اللي بيحصل ده أذى شديد، وكمان بتقول إنه مع ذلك أبي. قلت: فلا جزاك الله خيرا، فلا جزاك الله خيرا. قال: اسكت. الشاب قال له: اسكت. فهكذا كان يصنع هو مع أبيه. قال له: اسكت، انت مش عارف حاجة، ده كان بيعمل كده بالظبط مع أبوه. قاله: اسكت. فهكذا كان يصنع بأبيه، وهكذا كان يصنع أبوه بجده. هكذا كان يصنع أبوه بجده. يعني الولد بيعمل كده في أبوه، والأب كان بيعمل كده فابوه، والاب كان بيعمل كده فابوه، يعني سلسله دين وبيتسدد اول باول. فقلت: هذا اعق الناس، هذا اعق الناس. طب هل معنى ان هو كان بيعمل بابوه كده ان انا اعمل كده؟ يعني افرض انت شفت ابوك بيعق جدك وبيعامله معامله سيئه، هل تعامل ابوك بنفس المعامله اللي بيعامل بيها جدك؟ لو عملت كده ايه اللي هيحصل؟ هيطلع من أبنائك من يفعل بك هذا بالضبط. أما المطلوب إيه؟ إن إحنا نوقف هذا النزيف، نوقفه، لا نستمر في ذلك. شيخ، طب هو مش الأب كما تدين السودان، طب الأب مش هتعمل في كده، طب فين الدين اللي راح يتقال؟ هو عمل في القبلي، لكن لو أنت ما عملتش خلاص أنت برأت ساحتك، أنت شفت ظلم ولم تفعل، فتوقف النزيف. مش كده بقول لك دورنا إن إحنا نوقف النزيف. حتى لو شفت والدك بيسيء معاملة والده أو والدته، شفت والدتك بتسيء معاملة جدتك أو جدك، وانت شايف ان ده أسلوب صعب بفظ، هل تخزن هذا المعنى وتطلعه في أبوك وأمك بعد كده وتقول لهم ما انتوا بتعملوا كده في أبوك وأمكوا؟ حتى وإن كانوا مخطئين انت ما تحملش نفس الرسالة، الرسالة السلبية القاتلة، انت لا تحمل هذه الرسالة، ولكن طاهر نفسك من هذا الإثم حتى لا تتوالى عليك السلسلة. وعن عبيد ابن جريج أنه سأل ما العقوق؟
فيما أنزل الله على موسى، قال: إذا أمر الوالد ولده بشيء فلم يطعه فقد عاقه، وإذا الوالد اشتكى إلى الله ما يلقى من ولده فقد عاقه العقوق كله. يعني لو وصل الحال إن الوالد اشتكى إلى الله عز وجل من عقوق ولده فكده الولد وصل لقمة العقوق. قال صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. من الكبائر شتم الرجل والديه، إنك تشتم أبوك من الكبائر. قال: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ وهل يشتم الرجل والديه؟ ده خد بالك الصحابة مش متخيلين إن ممكن واحد يشتم أبوه، أصلا مش متخيلينها. أنت شوف النهاردة اللي بيحصل، إن الولد بيقف قدام أبوه يتعارك معاه وإيد بإيد ولسان بلسان، وحرية يا مصر، مش كده؟ حرية، اللي عايز حاجة يقولها يقولها، اللي عايز حاجة يعملها يعملها. فيبادل والده الكلمات والسب والقذف والضرب كل شيء. لا الصحابة ما كانوش متخيلين كده أصلا، مش متخيلين إن ممكن واحد يشتم أبوه، مش متخيلينها. فقالوا: وهل يشتم الرجل والدي؟ قال: نعم. طب ازاي؟ قال: يسب ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. يعني انت بتشتم ابوك ازاي؟ انك بتشتم ابو صاحبك، فصاحبك يوم شتم ابوك، يبقى مين اللي جاب الشتم للابو؟ انت اللي شتمت ابوك، يبقى انت كده انت اللي شتمت ابوك. فقال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. كل الذنوب يؤخره الله تعالى ما شاء منها إلى يوم القيامة، يعني كل الذنوب ربنا عز وجل يؤخر منها ما شاء إلى يوم القيامة، إلا العقوق، عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات، في الحياة قبل الممات. طب بعد الممات هيبقى له وزر عقوق ولا ملوش وزر عقوق؟ هيبقى له وزر العقوق. أما ليه اللي في الدنيا ده؟ في الدنيا إن هو يلاقي جزاء ما عمل، فالجزاء من جنس العمل. كان برا بوالديه يجد في حياته أبناءه يبروه، عقا بوالديه أو أحدهما يجد في حياته، في حياته قبل مماته من يعقه كذلك. عمر ابن عبد العزيز رحمه الله بينصح نصيحة مهمة جدا، يقول: لا تصحب عقا لوالديه. وانت بتنقي صديق تمشي معاه، ما تمشيش مع واحد عق الوالدين، لا تصاحب عقا لوالديه. طب ليه؟ فإنه لن يبرك وقد عق والديه. ما تمشيش مع واحد عق الوالدين ليه؟ ما تنتظرش منه انه يبرك وهو عق والديه، ازاي هيبرك؟ تمشيش معاه. فاحذر ايها المسلم من العقوق وتضيع الحقوق. قال عمر: ابكاء الوالدين من العقوق، ابكاء الوالدين من العقوق. يعني انت تعمل حاجه تخلي والدتك تغضب وتبكي، هذا من العقوق. تفعل شيء، موقف، راي، تصرف تخلي والدك يبكي، هذا من العقوق. قال مجاهد رحمه الله: لا ينبغي للولد أن يدفع يد والده إذا ضربه، ومن شد النظر إلى والديه لم يبرهما، ومن أدخل عليهما ما يحزنهما فقد عقهما. ثلاث مواقف بيقول لا ينبغي للولد أن يدفع يد والده إذا ضربه. يعني أبوك جاي بيضربك، بيضربك كده بأي حاجة بقى، بغض الطرف ضرب القلم إنه ما يجوزش، لكن أبوك بيضربك بالقلم، أو بيضربك باللوكمية، أو بيضربك بالشلوت، أو بيضربك بأي حاجة، بيضربك بحلة، أي حاجة. تمسك إيده، بلاش الحلة دي هتعورك، تمسك إيده، تمسك إيده. لو جه يضربك بالقلم أو يضربك وأنت مسكت إيديه، دي رسالة أنت بتبعتها لوالدك، بتقول له إيه؟ بتقول له أنا جامد، أنا دلوقتي مسكت إيديك بكرة أضربك. هي دي الرسالة. ولذلك لما هنا ينهى يقول ينبغي للولد أن ألا يدفع يد والده،
ما تجيش جنبها تسيبها إذا ضربه، لأن دي بتبعث رسالة سلبية بتقول للوالد فيها إن أنا قادر أصدك وقادر أبدلك، يعني ممكن أضربك. تحزنه أم لا؟ هذه الرسالة ما تشعر والدك بأنه في كبره أصبح ضعيف. قبل كده كان بيمسكك يكسرك وانت تجري وتدخل تحت السرير ودور الدولاب وتحتمي في أمك وهو يكسر فيك، لكن هو دلوقتي ممكن يكون قعيد، ممكن يكون مش قادر يجري، ممكن يكون مش قادر يضرب، ممكن لو ضرب القلب يضغط عليه شوية والضغط يزيد و و و فلما يجي يضرب يا راجل سيبه يضرب، سيبه يضرب، يعني ايه المشكلة، هيحصل ايه يعني؟ فقال لا ينبغي للولد أن يدفع يد والده إذا ضربه، ومن شد النظر إلى والديه لم يبرهما. يعني شد النظر إلى والديهم، بحلق لهم برق لهم، بتقول إيه يعني، إيه عايزة إيه، ويفضل برق لها وبصص لها، البصة ديت ليس من البر. قال ومن شد النظر إلى والديه لم يبرهما، يعني وقع في العقوق، ومن أدخل عليهما ما يحزنهما فقد عقهما. اللي يتسبب بقى في إن هو يدخل عليهم اللي يحزنهم، يعني سقط. أنتوا إيه مفرحانين؟ سقط حزنهم، تفتكر ده من البر؟ عشان كده ساعات نجاحك يكون بر الوالدين، أحيانا تفوقك يكون بر الوالدين، ومقبول وجيد ممكن تبقى فيه عقوق، ممكن تفيع عقوق. ليه؟ لأنه ممكن يكون ده منتظر امتياز، لك خيبت أمل وجبت جيد، جبت مقبول، يحزن. ادخل الحزن ده عليه صورة من صور العقوق. قال ومن أدخل عليهما ما يحزنهما فقد عقهما. وسئل كعب الأحبار عن العقوق فقال إذا أمرك والدك بشيء، إذا أمرك والدك يعني والديك بشيء فلم تطعهما فقد عققتهما العقوق كلها. يعني لو والدك والدتك أي واحد منهم أمرك بشيء ولم تفعل فقد وقعت في العقوق. كان حارثة ابن النعمان رضي الله عنه كان عجيب، كان من أبر الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول دخلت الجنة فسمعت قراءة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام اطلع فسمع قراءة، كان الرجل يقرأ القرآن في الجنة، يقرأ القرآن في الجنة. فقلت من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الملائكة من هذا؟ فقيل حارثة بن النعمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك البر وكان برا بأمه. ماذا فعل البر؟ رفعه حتى قرأ القرآن في الجنة رحمه الله. يقال إنه رضي الله عنه كان لا يستفهم أمه كلاما تأمره به، يعني لو أمه قالت له أمر ما يقولش يعني إيه، ما يقولش يعني إيه، أمه ليه يعني ينفذ غلط؟ لا، حتى إنه لا يسأل من عندها بعد أن يخرج، بعد ما يخرج يسألهم هي كانت تقصد إيه بالضبط، يعني حتى مش عايز يراجعها، مش عايز يستفهمها، رغم ان هو لو استفهم مفيش مشكلة، لكن هو يخشى ان تكون مراجعتها فيها شيء من العقوق. وكان الفضل بن يحيى بارا بأبيه، وكان أبوه لا يتوضأ إلا بماء ساخن. شوف القصة ديت، الفضل بن يحيى كان بارا بأبيه، وكان أبوه لا يتوضأ إلا بماء ساخن، فمنعه السجان، اتسجن هو وابنه، فمنعه السجان حينما كان في السجن من الوقود في ليلة باردة، قال له ممنوع تولع نار، ممنوع تعمل أي حاجة. طب الرجل ده هيتدفى وهيتوضأ ازاي؟ فلما أخذ الأب مضجعه من النوم قام الفضل إلى إناء من النحاس مملوء بماء فأدناه من المصباح حتى استيقظ والده فتوضأ بالماء الساخن. يعني اللمبة منورة كده، طبعا مصباح ده مصباح ايه، بالزيت او بالجاز مش زي دي، فشال اللي الاناء النحاس تقيل جواه ميه وفضل رفعه كده اهو،
تحت اللمبة أو تحت المصباح طول الليل. ليه؟ عشان المية تتدفى، عشان يصبح الصبح والده إيه؟ والده يتوضأ بهذا الماء الدافئ. فتوضأ بالماء الدافئ. مرة أخرى السجان عرف أنه هو إيه؟ بيدفي المية كده، فمنعه من تسخين الماء بالمصباح، ممنوع. طب يعمل إيه عشان يدفي المية؟ فعمد الفضل إلى الإناء فأخذه في فراشه وألصقه بأحشائه حتى أصبح وقد فتر الماء. يعني حط المية في الإناء وحطها في الفراش بتاعه وحط بطنه عليها ونام وحضنها عشان يدفي المية. أصبح الماء فاتر، يعني مش برد قوي، عشان والده يقدر إيه؟ يقدر يتوضى بيه. فده كان صورة من صور البر. وكان ابن سيرين رحمه الله لا يكلم أمه بكل لسان إجلالا لها. يعني النهاردة ما تيجي تكلم أمك بتكلمها بإيه؟ زي ما بيقولوا بفم مليان. لكن هو كان يستحي وهو بيكلم أمه يكلم جمل صغيرة، ما يكلمش كتير، إجلالا لها. وقيل لعمر ابن ذر رحمه الله كيف كان بر ابنك، كيف كان بر ابنك؟ قال ما مشيت نهارا قط إلا مشى خلفي، أما أمشي بيمشي ورايا مشيش قدامي، ولا ليلا إلا مشى أمامي. طب بالليل يمشي قدامه ليه؟ عشان لو في حفرة في حيوان في حاجة يطلع إيه قدامه هو. ولا رقى سطحا وأنا تحته، يعني ما يقعدش في سكن هو فوق وأنا تحت، احتراما وإجلالا لوالده. أيضا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في هؤلاء الثلاثة الذين دخلوا الغار ووقعت عليهم الصخرة، ثلاثة كانوا بيتمشوا من الشباب ودخلوا غار كده هوت، فاستريحوا، صخرة متوعة على فوهة الغار قفلته، وكانت اليوم كان مطير فأثرهم المطر ضيعها وخلاص، ما فيش بقى لا صوت ولا موبايلات ولا أي وسيلة من وسائل الاتصال، ويهزوا في الصخرة ما فيش ممكن إنها تتهز. فكل واحد منهم تقرب إلى الله عز وجل بصالح عمله، وكان منهم هذا الشاب الذي قال إنه كان له أبوان شيخان كبيران، وكان عنده صغار صبية، وكان يذهب ليحلب لهم، يعني يذهب يحتطب ويحلب ويأتي لهم بالحلوب باللبن ليشربوا. فمرة نأى به الطلب، طلب الزرع أو طلب الحطب بعيد، راح يجيب حطب من بعيد فتأخر عليهم، فرجع فحلب لهم. فلما دخل عليهما وجدهما قد ناما، لابوهم ناموا، فوقف على رأسيهما لا يريد أن يسقي الأولاد أولا، والأولاد يتضاغون تحت قدمي، عمين يصرخهم، تخيل أن عيالك تحت رجلك عمين يصرخهم وعايزين يأكلهم، عايزين يأكلهم، عاملين لك ثورة تحت رجلك، وهو في حيرة لا يريد أن يسقي أولاده قبل والديه. فوقف حتى برق الفجر، فوقف حتى برق الفجر، يعني دوت واقف من الساعة من بعد العشاء لو تقرير لغاية الفجر، حتى برق الفجر. فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك، يعني هذا البر، إن كنت فعلت ذلك، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. الإخوة اللي برا المسجد تقرب كده شوية، الإخوة اللي برا المسجد تدخل جوه. أخ محمد ادخل جوه اسمع، الإخوة اللي معاك دول ادخل جوه، يا إما ننقل الدرس برا، ممكن ننقل الدرس برا مشكلة تراوة، ولازم الإخوة اللي برا دول برا بأهليهم، مش محتاجين يسمعوا الكلام ده، جزاهم الله خيرا. يقول محمد بن سيرين رحمه الله بلغت النخلة في عهد عثمان بن عفان 1000 درهم. النخلة في عهد عثمان بن عفان وصلت 1000 درهم، ده شوية ولا كتير؟ ده كتير جدا، كتير جدا، 1000 درهم. قال فعمد أسامة بن زيد رضي الله عنهما إلى نخلة فعقرها، جعل نخلة من النخلات دي، أم قطع إيه العرش بتاعها اللي فوق ده، فعقرها فأخرج جمارها، لو قلب النخلة من مقدمة من فوق الجمار، فأطعمه أمه، فقالوا ما يحملك على هذا؟ إيه خلاك تعمل كده يعني؟ وأنت تدري النخلة قد بلغت 1000 درهم، والجمار لا يساوي درهمين، يعني جمار بدرهمين
تموت نخلة بألف درهم عشان تطلع منها جمار بدرهمين؟ قال إن أمي سألتني، أمي طلبته، أمي نفسها فيه، إن أمي سألتني ولا تسألني شيئا أقدر عليه إلا أعطيتها. أنا متلومش مني حاجة أقدر أعملها إلا وإيه؟ إلا أعملها، مش أبخل عليها أقول ده ألف درهم. طب استنى أجيب واحدة من السوق، فيش عقر النخلة وهي بألف درهم. طيب افرض واحد كان عاق لوالديه ومات والديه وهو لهما عاق، هل في حل؟ في حل ولا موضوع مقفول كده خلاص؟ في الحديث إن العبد ليموت والده أو أحدهما، يعني يموت والديه يمن واحد منهم، وإنه لهما لعاق فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله بارا. يعني ممكن هو يموت أو الأم والأب يموتهم وهو لهم عاق، لكن بكثرة استغفاره ودعائه لهما الله عز وجل يكتبه في البررة. حيوة ابن شريح ده أحد التابعين كان عالم. تخيل كده أن أنت مثلا قاعد بتدي درس مثلا في وسط الخلق المخاليق دول، ومت والدتك جاية من على الباب بتقول لك تعالى عايزك في حاجة، أنت هتعمل إيه؟ والكاميرات شغالة بقى والمايكات شغالة ورواحل والحكمة وأنا السلفي والدنيا بتنقل على الهوى، وأمك على الباب بتقول لك تعالى عايزاك. لا مش عايزاكوا بس، اسمع كده كده. حيوة ابن شريح أحد التابعين كان يدرس في المسجد، وكانت تأتي أمه فتقول له قم فعل في الدجاج. قل له قوم يا حيوة أكل الدجاج وهو في الدرس، فيقوم ويترك التعليم برا بوالدته، فيقوم ويترك التعليم برا بوالدته، هيعلم الناس ويكون سبب في دخولهم الجنة، ويعق أمه ويكون سبب في دخوله النار. يعمل إيه؟ ينقذ نفسه ولا ينقذكه؟ لا ينقذ نفسه. أمه بتقول له تعالى أكل الفراخ، أمه عايزاه يأكل الفراخ، برا بيها يقوم يأكل الفراخ. نعم هي المفروض حاجة زي كده. الأخ بيقول هي أصولها تراعي، ماشي. لما يبلغ عندك الكبر ممكن يكونوا مش قادرين يراعوا حاجة زي كده، فأنت راح تعمل إيه؟ تسيب الدرس وتقوم تأكل الفراخ، والناس دي قاعدة هتفضل قاعدة، لو عايزين العلم هيفضلوا قاعدين، وترجع التاني تدي درسك. انتوا عارفين خطورة عدم الاستجابة للأم في ندائها؟ تذكرون قصة جريج مش كده؟ جريج العابد قالت له يا جريج، فيقول أمي وصلاتي، بيصلي نافلة، يقول أمي وصلاتي، يا جريج أمي وصلاتي، لدرجة أنها دعت عليه ألا يموت حتى ينظر، بس ينظر في وجوه المومسات، ينظر بس، مش يقع في الفاحشة، وكأن هذا من أشد العقاب. حصل ولا ما حصلش في الدنيا قبل الآخرة؟ لما تقول له قم أطعم الدجاج يقوم ولا ما يقومش؟ لا شك أنه لازم يقوم. طبعا قصة أويس القرني معروفة يعني في التاريخ. قصة أخرى من القصص بيقول اسمع لهذا الرجل الذي كبر أبوه، واحد كبر أبوه فتأفف منه خلاص مش قادر يستحمله، فماذا فعل؟ أخذ أباه على دبته يعني على الجمل وذهب به إلى الصحراء. فلما جاء في وسط الصحراء قال الأب لهذا الولد يا بني أين تريد الذهاب بي؟ قال يا أبي لقد مللتك ولقد سأمتك، يعني زهقت، يعني زهقت، يقولون زهقت منك. وقال وماذا تريد؟ قال أريد أن أذبحك، يقول عايز أذبحك. فقال يا بني ماذا تقول؟ قال أريد أن أذبحك لقد مللتك يا أبي. فقال له إن كنت ولا بد فاعلا فاذبحني عند تلك الصخرة، عند تلك الصخرة. قال ولما يا أبي؟ قال فإني قد قتلت أبي عند هذه الصخرة فاقتلني عندها، اسمع،
وسوف ترى من يقتلك من أبنائك عند هذه الصخرة. وسوف ترى من يقتلك من أبنائك عند هذه الصخرة. من يعمل سوءا يجزى به. هذه أم تريد زيارة قريبة من قريبتها، من القصص برضو الواقعية، تريد زيارة قريبة من قريبتها، تقول لابنها تعالى يعني عشان توصلني، فالابن مش عايز يروح، فالمهم تلح عليه يقول لها طيب نص ساعة 30 دقيقة وعزمر لك، ما نزلتيش أسيبك وامشي، ما نزلتيش أسيبك وامشي. فالأم راحت مشوارا وفعلا راحوا بعد 30 دقيقة، قعد يزمر زمارة زمرتين ثلاثة ما نزلتش، فتركها وانصرف، مشى في طريقه، عمل حادثة، قعد في المستشفى 6 شهور لأنه لم ينتظر والدته أكثر من 30 دقيقة بقليل. وهذه أسرة خرجت لتتنزه على شاطئ البحر، فوجد الرجل امرأة عجوز تجلس على شاطئ البحر فتركها، يعني انت راح تتمثل بحر مثلا قاعد بعد المغرب بعد العيشة، فتركها. فين في نهاية الليل حينما أراد أن ينصرف هو وأسرته، ذهب إلى هذه المرأة العجوز وسألها عن سر بقائها، فقلت لها يا أمّا خيرا إن شاء الله، أنت لوحدك وليس معك أنيس ولا جليس. فقالت هذه العجوز إن ابني أتى بي إلى هنا وقال لي إن عنده عملا سوف يذهب إليه ثم يرجع. قلت له ابني سابني هنا؟ قال لي ما تمشيش من هنا لغاية ما روح بس مشوار وارجع. فقال لها أمها الوقت متأخر فهلا راجعتي معنا؟ قالت لا سوف أنتظر ابني ولو تأخر، فقد أخبرني أنه سوف يتأخر وسوف يرجع. فقال يا أمها لكن الوقت متأخر جدا. قالت لن أرجع حتى يرجع ابني، وعدني أنه سوف يرجع وأعطاني هذه الورقة. قال وما هذه الورقة؟ فقالت اقرأها تعرف ما فيها، ست رف شقرة. فقرأتها فإذا في هذه الورقة يرجى ممن يقرأ هذه الورقة أن يأخذ العجوز إلى دار الرعاية، إلى دار المسنين. يعني رمى مامته فين؟ رمى أمه فين؟ على شاطئ البحر، وساب معها ورقة عشان أي واحد في قلبه رحمة، عشان هو أصلا فيش في قلبه رحمة، أي واحد في قلبه رحمة يأخذ هذه الورقة ويحمل هذه المرأة العجوز إلى هذه الدار حتى يأويها. وهذا شاب أيضا من الشباب الذين يخرجون ويسهرون، وتنام الأم والأب قبل أن يأتي هذا الشاب. أحيان كثيرة بعض المجتمعات يحصل فيها أن الشاب يخرج بقى بيتأخر، حرية يخرج ويتأخر، فيجي بس يلاقي أمه كاتبة له ورقة مثلا على التلاجة، الأكل محطوط في الحتة الفلانية، خد كذا، اعمل كذا، خلي كذا. فكان يأخذ الورقة وينفذ التعليمات الموجودة فيها، فيوم بعد يوم التعليمات كترت، التوجيهات كترت، فعزم ألا يقرأ هذه الورقة. فلما أصبح وجد والده يبكي، فدخل وسأله فقال إن أمك قد ماتت. فرجع إلى الورقة التي على الثلاجة ليقرأها، فإذا بها إذا أتيت فأيقظني حتى أذهب للطبيب لأني مريضة وأشعر بالتعب. فأدرك الابن أنه كان سببا في وفاتها. وهذه صورة من صور كذلك العقوق. وهذا أيضا رجل يعني عق والدته وهو يفضل زوجته على أمه، ذهب ليشتري لزوجته ما تريد من محل الذهب، فأخذت المرأة تشتري تحمل 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 من الذهب ما شاءت. دخلت عيد بقى، ثم عند الحساب كانوا يحسبون، فإلى الحساب 20,000 ريال، 20,000 ريال هي العملة ديت اللي لنا في قصتهم، يعني 20,000 ريال. فلما جاءوا ليدفعوا فقال لهم الرجل 20,100. فقالوا المية دي منين؟ قال له أمك اشترت خاتم ب100 ريال. فنزع الخاتم من أمه وطرحه للرجل ولم يأخذه، واكتفى بال20,000 التي تركها لهذا الرجل. ثم عادت أمه تبكي متأثرة بهذا الحدث الذي جرى، أنه يدفع 20,000 ريال لزوجته ويبخل على أمه ب100 ريال فقط. أيضا هذه قصة من القصص التي تبين أن رجل تجاوز 90 من عمره، وكان يصيب في كثير من الأحيان
بعض فقدان الوعي وبعض فقدان الذاكرة حتى يصبح كالمجنون. وقد زوج أبنائه ثلاثة في بيته، زوج ثلاث أولاد زوجهم معه، فمن كثرة مرضه لم تتحمل الزوجات يعني كثرة مرضه، فأشاروا على الأزواج أن هم يتخلصوا من أبوهم، خلصوا منه. ففي وقت يعني كان في حالة من الغيبوبة أخذوا هذا الرجل وتركوه في الطريق، ثم أخذوه بعد ذلك ووصلوا به إلى دار الرعاية وقالوا إن هذا الرجل وجدناه في الطريق وأردنا أن نفعل خير فخذوه عندكم. يعني هم خدوه ودوه دار الرعاية دار المسنين، وهم بيدعوا إن هم مش أولاده ولا يعرفوه وإن هم جايين يعملوا معروف وخير، استقبلته دار الرعاية. وبعد ما أفاق الرجل من غيبوبته، أنا فين، أنا جيت إمتى، أنا جيت إزاي، مش عارف إيه، فقالوا له إن أنت ناس جابتك بالأوصاف الفلانية، فأدرك أنهم أولاده وأنهم أتوا به في هذا المكان، فتوجه ليدعو عليهم فقال هؤلاء أبنائي، ورفع يده ودعا عليهم وقال اللهم كما فعلوا بهذا الفعل، اللهم فأرني وجوههم تلتهب نارا يوم القيامة، اللهم احرمهم من الجنة يا رب العالمين. وينادي مدير المركز المسؤول ويكتب جميع عقاراته وأملاكه لهذه الدار. وبعدها لم يتحمل، مات من الصدمة. فكان البواب بتاع هذه الدار كانوا الأولاد تركوا عنده رقم الموبايل حتى يتصل إذا حصل حاجة، فاتصل الرجل على طول قال لهم ده مات. جايين مسرورين جدا وفرحين جدا حتى يأخذوا ويأخذوا هذا الميراث، لكنهم فوجئوا بأن المحكمة تقف لهم حتى تأخذ كل هذه الأملاك حتى العقارات التي كانوا يسكنون فيها. لا شك طبعا أن هذه القصص كثيرة جدا، ونختتم هذا الكلام بهذه الأبيات الشعرية التي تعبر عن قسوة بعض الأبناء وعقوقهم لآبائهم وأمهاتهم. أغرى امرئ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوتر، قال أتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر، فمضى وأغمد خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط دهشته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر، فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فدرى فظيع جناية لم يجنها ولد سواه منذ تاريخ البشر، فارتد نحو القلب قلب أمه يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر، فاستل خنجره ليطعن نفسه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب الأم كف يدا. إنما الناس قضايا وقيم والحضارات نماء وبناء وشباب بهدى الله التزم زرع الخير.